بأسلوب فيه نوع من مداعبة العاطفة، حاول شاب سعودي بيع الفقع على شاب آخر بسعر يتجاوز 100 ريال. نشاهد المقطع والأسلوب المقنع الذي اتبعه بائع الفقع. عليكم السلام واهلا. كم الفقع يا اخوي؟ والله يا الغالي هذا حبه مدوره ووسط توه بدايته بشره، الله يبشر من طريق الجنه، قل امين. هذا اخوي والله نبيع ب 150 ب 140 وعلى شانك ب 130. اه واجد بس سعرها لي شوي ذا. إيه انت من تبي تودي له؟ نبي واحد حق الوالده. الوالده ب 120 تقول غالي. طيب اخوي بس لك سؤال الحين. سوق الذهب. نعم. سوق الذهب، الذهب واجهك 24 ساعة صح؟ صح. لو بتروح تشتري لأمك ذهب، كم تشتري لها أقل شيء؟ غالي والله ب 10,000 8,000 ب 10,000 8,000 20,000 صح؟ هذا لأمك هذه. صحيح. شلون من السنة للسنة ويمكن يجي ويمكن ما يجي ويبشر أمه بصندوق فقع ب 120 ريال.